السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر جيمر زون. لعبة ايفل ويست هي لعبة اكشن مغامرات من منظور الثيرد بيرسون، اخذنا الى الماضي القديم والبسيط واللي كنا فيه من قاتل مصاصين الدماء ومستذئبين ووحوش تانية. اسف حقكم علي، انا قصدي انه لعبة ايفل ويست بترجعنا الى الزمن اللي كانت الالعاب تاعتنا فيه مليان بالاكشن والاثارة مع مهام خطية بسيطة بدون ما يكون في حشي ونفخ العوالم المفتوحة ومطمطة المحتوى اللي صارت الان جزء من العابنا الحالية. لعبة ايفل ويست كانت من الالعاب اللي كانت في قائمة الباكلوج تاعتي من لما نزلت في نهاية سنة 2022، واخيرا من بعد طول انتظار قدرت اني الاقي الوقت اني العبها والحمد لله ما افطرت على بصله. أحداث لعبة إيفل ويست بتأخذنا إلى فترة غير واقعية من الماضي، بحيث بنشوف أن الغرب الأمريكي اكتسب صفة المتوحش مش بسبب كثرة العصابات والمجرمين وقطاع الطرق، إنما بسبب كل مصاصين الدماء والمستذئبين والوحوش القاتل الثانية. راح تضعنا لعبة إيفل ويست في حذاء جيسي رينتير واللي هو زلمة مخضرم وخبرة في محاربة وقتال كل هاي الوحوش، وهو عضو في مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية باسم رينتير إنستيتيوت، واللي هي مثل خط الدفاع الأولي والأساسي في حماية أمريكا من خطر هاي الوحوش والمخلوقات القاتلة للبشر، واللي راح نشوف قصة تضعنا في معركة ملحمية مع مصاصين الدماء وجنودهم من الوحوش المختلفة من بعد ما كانوا سبب في القضاء على منزلنا وعائلتنا. لعبة ايفل ويست تصنف على انها لعبة ثيرد بيرسون برولر اكشن، بس بنفس الوقت هي تعتبر شوتر كمان، بمعنى انه تركيز قتالك الاساسي راح يكون هو باستعمال قبضات ايديك وتنزل تبكيس وتشيل بخت الاعداء بشكل اقرب ما يكون للعبة جاد اوف وور. راح يكون سلاحنا الاساسي في هاي اللعبة هو جهاز في ايدنا اليمين اللي هو البسمن جونتلت، اللي هو يعتبر مثل القفاز الكبير الحجم اللي راح نقدر نطوره ونضيف عليه قدرات هجومية لنعمل ضرر اكبر على الاعداء، بالاضافة انه راح تشوف انه نمط القتال في اللعبة راح يخليك تبدل ما بين استعمال كولكشن من الاسلحه سواء كان من مسدسات او بندقيه قنص او نشاب، بالاضافه الى بندقيه الشوتجن او حتى في جاتلين جن. راح تشوف ان الرصاص في لعبه ايفل ويست هو لا نهائي، بمعنى انه عمره ما راح يخلص رصاص مسدساتك واسلحتك، بس راح تشوف انه استعمال الاسلحه في هاي اللعبه هو جدا محدود وتركيزك راح يكون على استعمال قبضات الايدين بجهاز الجونتلت، لانه من شبه المستحيل انك تقدر تنجح بتجاوز كل مواجهات الاعداء باستعمال فقط الاسلحه الناريه، لانه اولا كل سلاح سواء كان مسدس او البندقيه راح تشوف انه رصاصه جدا ضئيل بالعدد اللي بتقدر تستعمله، او حتى في بعض الاسلحه بيكون اعاده استعماله مرتبط بعداد او كول داون عشان تقدر ترجع تستعمله مره ثانيه. وبالاضافه للشغل الاهم اللي راح تخليك انك تنسى استعمال هاي الاسلحه، انه اغلب المواجهات راح تشوف انها بتحطك في ساحات ضيقه نوعا ما، والاعداء الا من رحم ربي منهم ما بيحترموا المسافه الشخصيه تاعتك. راح تشوف انه اغلب الوحوش او 99% منهم بحبوا القتال من مسافه الصفر، وبالتالي راح تشوف انه استعمال الاسلحه الناريه راح يصير شبه مستحيل، فبالتالي راح تشوف انه تركيز قتالك راح يكون كله باستعمال القفاز وقبضات الايدي ومحاوله تفادي ضربات الاعداء ومحاوله خلق مسافه ما بينك وبينهم عشان تقدر تتنفس وتحاول انك تستعمل هاي الاسلحه الناريه. بالاضافه للنقطه الاهم اللي انا بعتبر بخلي لعبه ايفل ويست هي تكون لعبه اكشن برولر بدل اكشن شوتر، بحيث انه اللعبه مصممه تخلي القتال واشتباك الايدي اكثر متعه من استعمال الاسلحه الناريه، ولهي المتعه جاي من ورا نشوف انه بطلنا بنزل تبكيس بالاعداء ونشوفهم بيتفجروا مثل البلالين او انه يكسر رسم مطرقه ويمزعهم نصين. إذا أنت لعبت ألعاب دومز بشكلها الجديد فبتخيل أنك أنت عارف مفهوم الجلوري كيلز اللي هي فكرة الأعداء أنهم بصيروا يتوهجوا بالأصفر لما يضعفوا، واللي لما تضربهم بصير في مقطع تيك داون يكون عنيف ومليان بالدم. وفي لعبة إيفل ويست تقريبا الفكرة موجودة نفسها، بس على الرغم من أنه مستوى العنف والدم هو أقل صراحة من ألعاب دوم، بس هذا لا يعني أنه قتلك للأعداء باستعمال التيك داون في لعبة إيفل ويست راح يكون أقل متعة، بالعكس أنا كنت كتير مبسوط عليه، بس كنت بتمنى لو أنه كان في أكثر من شكل وطريقة لعمل التيك داونز هدول، لأن راح تشوف بعد فترة أنها راح تصير مكررة إلى حد ما. طبعا الجيم بلاي في لعبه ايفل ويست متكون من الاساس انك انت بتبلش في منطقه بتستكشفها نوعا ما، بعدين بتقاتل دفعه من الاعداء، بعدين بتشوفك بتكمل طريقك للمنطقه اللي بعدها وبترجع بتقاتل دفعه جديده من الاعداء وهلم جره، عبين ما توصل الى بوس بتقاتله عشان تنهي المهمه وتنهي الشابتر. طبعا بدي احكي الحمد لله ان لعبه ايفل ويست ما فيها موارد او كرافتنج او اي شيء ثاني من العاب العالم المفتوح، لانه قدراتك او حتى اسلحتك راح تقدر تطورها بس بشغلتين، اللي هم اولهم الاكس بي انت بتاخذهم مع كل ليفل انت بتكسبه وبتقدر تصرفها طبعا على فتح قدرات جديده، بالاضافه الى المصاري اللي بتلاقيهم في مناطق اللعب المختلفه واللي راح يكونوا وسيلتك لتطوير جهاز الجونتلت والاسلحه الثانيه على اختلافها. You're welcome. This better work or there's going to be a gauntlet malfunction on your face. I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make. Please don't tell Dr. Blackwell about this. Mr. Renier.
هبلش القتال في لعبة إيفل ويست بطيء من ناحية القدرات والهجمات، بس مع تقدمك في اللعبة وقت سابك لقدرات جديدة اللي جزء منها رح يجي مع تقدمك الطبيعي في القصة أو بسبب فتحك لقدرات جديدة أو تطوير قوة الهجمات سواء كان باستعمال الإكس بالمصاري، واللي هون رح تبلش تشوف إن الأمور رح تصير أسرع وقتالك رح يصير أكثر عنف ومليان بالأمور اللي رح تخليك تشعر إنك فعلا زلمة سفاح وإنه مش أنت اللي علقان مع وحوش في منطقة مغلقة بينما الوحوش هي العلقانة معك في هاي المنطقة. مثل ما أنا حكيت لعبة إيفل ويست هي لعبة مهام خطية بالشكل التقليدي جدا وما فيها أي نوع من أنواع الاستكشافات والمناطق المفتوحة إلا ما رحم ربي من شوية تشعبات خفيفة في بعض المناطق اللي راح تلاقي فيها تجميعات أو كوليكتبلز بتعطيك معلومات زيادة عن عالم اللعبة وقصصه أو كياس مصاري أو حتى صندوق بتعطيك مبلغ أكبر من المصاري أو حتى ممكن تلاقي فيها قدرات سرية جديدة عشان تقدر تفتحها لما يكون في إمكانية. هاي الهجمات والقدرات الجديدة راح تخلي القتال في لعبة إيفل ويست تصير جدا ممتع ومسلي خصوصا إذا كان استعمالك ومزجك لإلهم بشكل مثالي. راح تشوف قدرات راح تخليك قادر على جذب الأعداء لإلك أو إنك أنت تعمل داش بسرعة الضوء عشان تقرب وتكسر المسافة ما بينهم وتنزل تبكيس فيهم أو إنك أنت تفجرهم باستعمال الشوتجن أو تحرقهم بقاذف اللهب أو إنك تضرب الأرض مثل الهالك وتعمل تأثير في منطقة كبيرة أو إنك أنت تدخل في وضع الريج مود وتبلش تتحرك في الساحة مثل فلاش وبنفس الوقت تضرب وتشيل بخت الأعداء وتقضي عليهم. القتال في لعبة إيفل ويست كان بالنسبة لي واحدة من نقاط القوة اللي كتير عجبتني في اللعبة واللي كان هو جزء من الأسباب اللي جذبتني لهاي اللعبة من لما تم الإعلان عنها. بس النقطة اللي بدي أحكيها بعتبرها نقطة انتقاد وهي إن اللعبة بتعمل قفزة نوعية في مستوى الصعوبة تقريبا في نص مشوارك فيها بحيث إنه راح تشوف إنه أول اللعبة راح تكون الأمور سهلة وعادية والأمور تمام عبين ما توصل إلى الشابتر التاسع واللي هون راح تشوف إنه اللعبة راح تصير ترمي لك الميني بوسز اللي أنت واجهتهم في شباتر سابقة بشكل جدا مبالغ مع كل مواجهة بتصير. راح تحس إنه كل معركة راح تصير هي عبارة عن مثل البوس راش اللي راح تشوف إنه يمكن عدوين أو ثلاثة من اللي أنت راح تواجههم راح يكون عبارة عن بوسز أنت قاتلتهم سابقاً، واللي بكل أمانة بعض هاي المواجهات خلاني أوصل لحفة صحتي وحسيت حالي تبهدلت فيهم. للأسف حسيت هاي الحركة جدا رخيصة من المطورين لرفع مستوى التحدي في لعبتهم واللي بدل ما انهم يضيفوا انواع جديدة من الاعداء والمخاطر بصيروا يرموا عليك كل اشي انت واجهته سابقا من الاعداء سواء كان الكبير او الصغير من باب انهم هيك الله يعطيهم العافية عملوا تحدي جديد لإلك عشان تتجاوزه. طبعا في حال واجهت صعوبات في تقدمك فبتقدر انك انت تلعب لعبة إيفل ويست مع صاحب لإلك بشكل تعاوني، واللي انا شخصيا بكل امانة ما جربته بس قرأت وشفت فيديوهات على الانترنت عن الموضوع وحسيت ان الفكرة خطرت على بال المطورين بس اللعبة قربت تتخلص لانه في اقسام باللعبة وخصوصا اقسام عربات القطار هاي واللي بيكون اللاعب الثاني بس بتطلع على الشاشة بدون اي مشاركة باللعب بالمرة، بالاضافة انه كل التقدم اللي انعمل في لعبة الهوست بمهام القصة والقدرات والامور الثانية ما راح ينعكس على لعبة اللاعب الثاني لما يطلع ويغادر اللعبة الاساسية. Maybe we can play with dynamite out here too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. من وجهة نظر متواضعة الجرافيكس في لعبة إيفل ويست كانت جميلة على الرغم من بساطتها وقربها من الرسوم الكرتونية، بس كان في نقطة أزعجتني صراحة من قلة الجودة الملحوظة بشكل عام في تصميم الشخصيات وحتى التعابير الوجهية تاعتهم وتطابق حركة الشفايف مع الحكي اللي ما كان بالمرة مزبوط. الصراحة التمثيل الصوتي كان جدا جميل وانبسطت كتير على الأداء تاع الممثلين خصوصا شخصية العالمة هاي اللي راح تقابلها في بداية اللعبة تقريبا، بالإضافة أن الرسوم الجرافيكس في الكاتسينز كانت جيدة إلى حد ما بس أكيد ما تتوقع أنك أنت تشوف رسوم بجودة ألعاب فاينل فانتسي. بس كل الأمور الصغيرة اللي ما كانت تعجبني في الكاتسينز كانت بتصير مهمشة مقابل الرسوم الجميلة في المناطق والبيئات لما يبلش الشابتر وانطلق بشخصية جيسي في كل هاي المهام والمناطق المختلفة اللي كانت جدا جميلة وتنوعها كان إشي جدا خيالي. راح تشوف انه بسبب انه اللعبه مصممه بمهام خطيه فانت راح تشوف تنوع جميل جدا بالمناطق اللي راح توصل قصه اللعبه لإلهم بحيث انه راح تشوف كل شيء ممكن يخطر في بالك سواء كان من كهوف او محطه وقود ومحطات قطار او حتى مدن وقرى ومزارع بالاضافه الى مستنقعات. انا حبيت صراحه انه كل واحده من هاي البيئات لها الوانها المنفصله والخاصه اللي بحسسك وبتشوف فعلا انه كل واحده منهم متميزه ومختلفه كليا عن الثانيه. صحيح انا مبسوط على مبدا المهام الخطيه في لعبه ايفل ويست بس حسيت المطورين نوعا ما بالغوا شوي في الموضوع الخطيه تاعت اللعبه بحيث انه كان في بعض الاماكن اللي كان فيها تشعب في الطرق راح نشوف انه طريقنا لتقدم للقصه وطريق راح نلاقي فيه تجميعات وكوليكتبلز، بس طبعا بما انه للاسف ما في طريقه طبعا للتفريق ما بينهم فمشان هيك لما كنت امشي في الطريق تبع القصه كنت انصدم انه ما في مجال للرجعه عشان افوت الطريق الثاني واشوف ايش اللي كان فيه.
هلا انا عارف طبعا هذا الاشي هو جزء من كيان واساس المهام الخطيه من الزمن الغابر، واللي يمكن بسبب ندرتهم وقله توفرهم في السوق الواحد نسي هاي الفكره، وفكره طبعا الشغلات اللي ممكن نعتبرها مسبلز وممكن تفوت علينا. طبعا في حال فاتتك واحده من تجميعات اللعبه او واحده من هدول صناديق القدره، طبعا بسبب هذا الحكي انك انت اخترت الطريق الصح، فالله بعينك انت مضطر ترجع تلعب الشابتر من اول وجديد. لعبة ايفل ويست هي لعبة قصيرة من ناحية وقت اللعب، يعني اتوقع انها اخذت مني ما هو قريب ال 12 ساعة لو وصلت لخط النهاية، مع تركيز خفيف كان على التجميعات والكوليكتبلز من هون وهناك، وما حسيت انه اي شابتر من الشباتر ال 16 اخذ وقت اطول من اللازم، وهذا الاشي انا اعتبرته نعمة واشي جدا جميل ومثالي، خصوصا للنوع اللعبة في زمن عم نشوف الالعاب فيه عم تتنافس على نفخ العابهم وحشيها بمحتوى من باب المطمطة وتطويل وقت اللعب بامور تافهة ما الها داعي. بس في حال كنت شخص بتحب تعمل كل إشي وتختم كل الأتشيفنس أو التروفيز، رح تأخذ منك لعبة إيفل ويست ما هو قريب ال 20 إلى 25 ساعة، ورح يحتاج منك الأمر تلعب اللعبة مرة تانية من خلال نيو جيم بلس عشان تقدر تحصل على كل التطويرات والقدرات، لأنه من المستحيل فعليا أنك أنت تقدر تلفل كل إشي وتفتح كل القدرات من المرة الأولى. في النهاية أنا بعتقد أنه إحنا لازمنا مزيد من ألعاب مثل إيفل ويست، هدول ألعاب اللي مستوى الدبل إيه مع جودة ومحتوى جيد واللي بتحترم وقت اللاعب وما بتضيعه على الفاضي، وعلى الرغم من التكرار المبالغ فيها في استعمال الوحوش والأعداء اللي صار في منتصف القصة، بس لعبة إيفل ويست نجحت أنها تجذبني، وصحيح أنا ما بعتبرها أفضل لعبة شافتها البشرية، بس هي من وجهة نظري واحدة من أقوى وأفضل الألعاب اللي أنا لعبتهم شخصياً. أنا بكل صراحة انبسطت كتير في وقتي في لعبة إيفل ويست، وأنا مبسوط إن لسه الدنيا بخير وإنه في ألعاب بتحاول إنها ما تقلد الألعاب الضخمة الثانية، وبحثهم المستمر عن طريقة لوضع ألعابهم في عوالم مفتوحة ومطاردة الأمور التافهة والتشيك ليست اللي ما إلهم داعي بالمرة. فمشان هيك لعبة إيفل ويست بتاخذ على تقييم المتواضع علامة 8 من 10، وأنا بنصح الكل إنه يلعبها على الرغم من إنه انصدمت فعليا إنه لسه سعرها هو $60 على كل من الإكس بوكس وبلاي ستيشن، وهذا طبعا استغربته خصوصا إنه هاي اللعبة صار لها الآن نازلة سنتين، فكنت بتخيل إنه سعرها راح يكون هو $20 إلى $40 مش أكثر. طبعا في حال صار عليها ديسكاونت أتوقع إنها ممكن توصل لهذا السعر، بس للوقت الحالي هي موجودة على المتاجر بسعر $60. كانت هاي هي المراجعة للعبة إيفل ويست، فياريت تخبروني في الكومنتس إذا كنتم من اللاعبين اللي لعبوها وشو كان رأيكم فيها، ولا تنسوني في نهاية الفيديو في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المحتوى. شكرا لكم للمشاهدة، بنشوفكم إن شاء الله فيديو محتوى تاني، بتمنى لكم كل خير وسعادة، والسلام عليكم.